إلى موضوعنا الآخر، واستكمالا لما عرضناه سابقا حول قرار حكومة الإنقاذ بإخلاء الأهالي المهجرين من الغوطة الشرقية مجمع السكن الشبابي الذي يقطنون فيه في مدينة إدلب بالسرعة القصوى دون مراعاة ظروفهم بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء. نعرض اليوم وجهة نظر الأهالي لا سيما بعد الوقفات التي نظموها احتجاجا على هذا القرار. كنا في حلقة سابقة يارا من برنامج لم الشمل ناقشنا حيثية هذه الأزمة مع أمين سر وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة الإنقاذ. أما اليوم سنستضيف الأستاذ شفيق الخولي الناشط والصحفي من الغوطة الشرقية لينقل لنا آخر تطورات الأزمة وتداعياتها. مساء الخير. مساء النور لك في آسيا وأنسة آسيا وأنسة يارا وفيكم وفقاً أخيرا. أهلا بك أستاذ شفيق. في البداية، أين وصل قرار إخلاء الأهالي المهجرين من الغوطة الشرقية للسكن الشبابي في إدلب؟ بصراحة القرار هلأ وصل إلى إخلاء المنازل لعدد معين من الأهالي. هناك حوالي 40 عائلة تم إنذارها بالإخلاء الفوري أو مراجعة أحد الفروع للتفاهم مع أهالي السكن أو الأشخاص المكتتبين في السكن. وهناك 5 من المنازل يجب إخلاؤها بسرعة العاجلة. فيعني هلأ اليوم أو غدا هو هناك قرار الإخلاء. فكما نرى يعني ليش هدول الخمس منازل ليش هدول الخمس منازل بالذات؟ كان فرضت حكومة الإنقاذ على الأهالي المهجرين أن يزوروا أحد الأماكن ويلتقوا بالمكتتبين، ومن لم يحضر فرض عليه الإخلاء الفوري. فمن حضر قام بال يعني واجه الشخص صاحب المنزل المفترض وتفاهم معه على مثلا إما إيجار أو إخلاء. معناتها بلشوا فعليا بإخلاء منازلهم. نعم، اليوم كان اول عمليه اخلاء. طب لوين عم يفكروا يتوجهوا يعني استاذ شفيق؟ بصراحه هذا هو الامر الشائك اللي عم يواجهوه الاهالي، انه لا يوجد ابدا مساكن. يعني احيانا عم يقوم المهجر يفتل على 12 مكتب عقاري ولا يجد منزل ليستاجره ولو بسعر عالي. يعني نحن مشكله السكن الشبابي هي كانت مشكلة قابلة للحل، وحتى اللحظة قابلة للحل، لكن هناك من يقوم يثير الاحتقان بهذا الأمر. أولا بالنسبة للجنة السكان أو المهجرون قاموا بتشكيل لجنة للتفاهم مع الأهالي مع أصحاب السكن على تفاهم معين يعني. فتم اعتقال رئيس اللجنة أو أحد أعضاؤها السيد أبو علاء، ولم يطلق سراحه لبعد 10 أيام. وهذه كنا نراها هي رسالة تخويفية للأهالي، وقد أثرت بهم. فالعديد من الأهالي يعني خاف من الموضوع، حتى يعني أنه قرر أنه يخلي رغم أنه ما في بديل. نحن كان في عنا مشاكل كثيرة تتعلق يعني هلأ الأمر هذا هو أمر إنساني أكثر من أنه أمر. طب هل قدمت يعني هل قدمت حكومة الإنقاذ أي وعود للأهالي، أي بديل للأهالي؟ الوعد هو فقط إعطائهم خيمة وسلة غذائية. طيب شو التحركات اللي قمتوا بها حتى الآن أستاذ، يعني مشان طبعا رفض هذا القرار؟ هلا قام الاهالي بوقفتين احتجاجيات. الوقفه الاولى كانت عند اعتقال السيد ابو علاء، والوقفه الثانيه عندما اتتهم انذارات الاخلاء. الامر يعني نحن هناك يوجد مشكله وبنفس الوقت هناك حل. المشكله هي ان اصحاب منازل السكن الشبابي كان هناك احد منظمات رعت اكساء حوالي 200 منزل ليسكنها المهجرون. وبنفس الوقت قامت حكومة الإنقاذ بفتح باب الاكتتاب لمكتتبين سابقين في زمن النظام، كانوا كتبوا على منازل ووعدتهم بإعطائهم هذه المنازل، ووقعت المهجرين على عقد لمدة 9 أشهر. وعندما انتهت التسعة أشهر قامت بإنذارهم بالإخلاء. المشكلة أن حكومة الإنقاذ صارت تبعث الشخص المكتتب ليتفاهم مع المهجر، وصار هناك مشاكل. يعني واحد الامور التي اثارت حفيظه المهجرين هي ان يعني المكتتب ياتي ويطالب الشخص بالخروج، ما
وهم لا ينكرون حقه إن كان له حق بها، لكن طريقة إثارتهم وإثارة الاحتقان من قبل اللجنة المكلفة من هذه المكتتبين، هناك لجنة يعني قامت يعني إذا التعامل من قبل اللجنة هو اللي فيه عليه يعني ملاحظات. تمام. ليش تمام. اتخذت حكومة الإنقاذ مثل هيك خطوة؟ ليش برأيكم؟ شو هي تبريراتها؟ هلا التبريرات في كل المحافل التي يظهر بها أشخاص يتكلمون عن حكومة الإنقاذ يبررون بأن لهذه المنازل أصحاب، ولكن أهالي الغوطة الشرقية لم ينكروا حق أصحابها. الذي قلناه ونقوله أن هذه المنازل ليست يعني حتى عم يقولوا لنا الأشخاص ما لها بعيوننا، هي عبارة عن غرفة ومنتفعاتها صدقا حمامات هؤلاء الأشخاص في منازلهم أجمل منها كانت، لكن ما يقولونه أنهم مضطرون إليها، والآن في أبواب الشتاء لا يوجد بديل، وكما قلنا لكم يعني يبحث الشخص عن أكثر من مكتب ولا يستطيع أن يجد البديل. الأمر في هذا أن الأشخاص الذين يأتون محتقنين وتصير بعض المشاكل. هناك حل اقترحه الأهالي ممثلين باللجنة والتي تم اعتقال أحد أعضائها، بأن يتم تمديد مدة السكن 6 أشهر مدفوعة القيمة من بينما يلاقوا بديل. تمام، بينما يجدوا بديل. وهناك يعني 6 أشهر يستطيع الشخص إما أن يتفق مع صاحب المنزل وأن يدفع له أجرة ويستكمل بعد 6 أشهر، أو أن يخلي خلال 6 أشهر يستطيع أن يجد بديل. لكن هناك نجد من يريد الإخلاء الفوري، وهذا الأمر مستغرب لدينا ولا نعرف ما هو مبرره. يعني تتوقع إذا كان في ضغوط على حكومة الإنقاذ واستمرت هي الاحتجاجات، تتوقع أنه حكومة الإنقاذ تقدر تعمل شيء؟ ولا دائما مثل ما بيقولوا يعني كثير اليوم الناس كانت عم تقول أنه دائما حكومة الإنقاذ تأخذ قرارات وما بتكون قدها أو ما بتابع مثلا مع المواطن بأي ملف كان، سواء تعليم صحة وحتى الآن هذا الموضوع؟ بصراحة هذا الملف الأول الذي يعني بصراحة أكون فيه وبشوفهم، وسنرى يعني هل سيستجيبوا لمطالب الناس أم لا. يعني أمر أريد أن أقوله بالنسبة لمهجر الغوطة الشرقية، هو المهجر الوحيد الذي يختلف عن جميع المهجرين، فهو المهجر الوحيد الذي عاش حصارا حقيقيا لمدة 5 سنوات متواصلة، بحيث كان يصل حق أو سعر يعني السكر إلى 5000 ليرة. يعني ما حدا بيعرف منه إلى أي المهجر يعني. تمام. فوق الموت على السطح. إيه. على كل نحن وقتنا انتهى وبدنا نشكرك كثير ونتمنى أكيد السلام ونتمنى لهم يعني الظروف تصير أحسن أكيد لكل المهجرين. شكرا لك الأستاذ شفيق الخولي ناشط وصحفي من الغوطة الشرقية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك.